سلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احوال جيده. انا رجعت معكم فيديو اخر في الفصاله. اليوم طلعت هنا لاشو اللي بغيت نفصل، قلت علاش لا ما نديرش لكم فيديو تستافدوا معايا. مهم، انا راه عندي تويبات ديال القفاطن وديال الجلالب ديال رمضان. كل ما كان عندي الوقت غادي نحاول ندير معكم، انا كنفصل وندير لكم فيديو. مهم، هاد القفطان ما نفصلوش دابا، حتى نهار نبغي نفصلو وغادي نشارك معكم الفصاله ديالو. هذا قفطان غيجي على شكل غوب. دابا غادي نفصلو جلابه ديال الكريب، غنخدموها موديل ديال رمضان ان شاء الله، غيكون فيها الطرز. مهم، حتى تخدم عاوتاني وغنوريكم الفيديو ديالها ان شاء الله. وخليكم معايا في الفصاله ديال الجلابه. ايفازي، ماشي ايفازي بزاف، وكتكون غنوريكم الطريقه ديال كيفاش ديروا جلابه تكون مسدوده من التحت، ما غاديش يكون فيها لا فتحات في الجناب لا فتحه في القدام، غادي تكون مسدوده، ما غاديش تكون ايفازي بزاف، ولكن غادي نعطيو العرض شويه في الجلال باش تبقى فيها السيده مرتاحه. خليكم معايا البنات. نبداو الفصاله ديالنا. عندي توب كريب دو سوا، كنديرو التوب على الظهر ديالو، الجهه المحلوله هي اللي كتكون قدامي. كيكون هنا لا ليزيغ كيف ما ديما راه ما كنحسبوهاش، نبداو بالامام دوفون هو الاول عاد باش نفصلو الظهر. المهم، هذا هو الجلال، ها هو التحت هو اللي كنبداو بيه وحنا طالعين حتى الفوق فين عندنا الكتاف، كنبداو الطول. هذا هو الجلال، غندور الكاميرا باش تشوفوا معايا الفوق، وكنبدا كنخدم الطول. عندنا مترو 40، مترو 40 كنزيدو 8 سنتيم ديال لوغلي، هاهي كنماركيو هنايا كما قلت لكم، ماركينا هنا مترو 48. وغنديرو الكتاف، الكتاف عندها 36، 36 نقسمو على جوج هي 18 سنتيم، غنزيدو عليها جوج سنتيم. كنبدا من جهة لاليزيغ، 18 غنزيدو على جوج هي 20 سنتيم، كنحطوها هكا نيشان. هادي جلابة سوغ ميزيغ، يعني غتجي نيشان، مغاديش تجي عريضة ولا مضيقة. حتى إن شاء الله ندير لكم شي فيديو ديال كيفاش كناخد العبار، كناخد العبار بطريقة رومية، كنشد العبار نيشان، عاد على حساب كل موديل شحال كيتزادو ديال العبارات. الكتاف كنماركيهم هنايا وكنهبطو بربعة سنتيم، هاهي تا هي كنماركيها. وكناخد تقويرة ديال العنق، عندي 8 سنتيم، هاهي كناخد هنا، وكنهبط من هاد النقطة لهاديك النقطة اللي هبطت بها ديال 4 سنتيم. هذا هو الكتاف، وهنا كنهبطو بعشرة سنتيم. ها هو العنق وها هو الكتف، ودابا كنهبطو واحد شويه وكناخدو العبار ديال الصدر. الصدر قسمتو ديجا على 4، عندها 23 وكنزيدو 2 سنتيم، هي 25، 25 كنعاودو نهبطو شويه وكنعاودو نماركيو عاوتاني 25. ودابا كنخدمو بالبيروكي. هاد البيروكي انا كنخدم بيه حتى في البلدي، باش كتجي فصاله زوينه وكيجي التركيز نقاد، ما كتجيش هذيك التخنشيشه اللي كتجي في لهنايا في الكاريغ. كنحطو على هذه الطريقه كيف ما وريتكم هذيك المره، هذيك النقط اللي خديت ديال 25 كنحطهم على النص ديال هاد الدوره ديال البيروكي، كنحطها هكا، والفوق ديالو تيكون على النقطه ديال الكتاف هكا. وهنا فين ناخذ التركيز ديالي، هنا كنبقى نطلع وانا نهبط على حساب حتى يتقاد لي التركيز. التركيز هنايا عندها 24 سنتيم، خصني ناخذو قد هذا، عبار صغير شويه، هنا عطاتني 28 يعني كبير. كنطلع وكنبقى محافظه على نفس الطريقه ديال البيروكي. كنعاود نعبر حتى تعطيني 24 سنتيم، 26 مازال غنطلع شويه. داكشي اللي قلت لكم كناخذو جوج ديال النقاط. نهبط واحد شويه مازال، هاد التركيز خصنا ناخدوه بطريقه مزيانه، ما نتسرعوش فيه. هاي 24
وكندور لاكري على بيروكي نيشان. ها هي الدورة ديال التركيز. كناخد الهبطة فين عندي الحزام من الراس ديال الكتف وانا هابطة كناخد 42. قلت لكم اغلبية ديال السيدات عندهم في هاد القطعة 42. كنماركيها هنا، هنا فين عندي الحزام ديالي. الحزام عندها 21، كنزيدو 2 سنتيم، هي 23. ديما كنزيدو 2 سنتيم، كنحددها وكنربط هاد النقطة ديال الصدر بالنقطة ديال الحزام. هنا فين كاينه هذيك الدخلة ديال لي فازي، فوالا بحال ما هكا. وعاوتاني كنجي لهذيك النقطة اللي خديت ديال 42، كنهبط 23 سنتيم، كنهبط 23 سنتيم هنا فين عندي لي هونش. هاهي كنحددها هنايا، هاهي حددتها هنا. دونك هنا فين عندي لي هونش، لي هونش عندها 30، عندها 29، غنزيدو 2 سنتيم، هي 31. هي 31 سنتيم، وغنحددها هنايا. وهنا عاوتاني كنستخدم بيروكي باش ما كتجينيش هذيك التبويقه في لي هونش، كنحطو على هاد الطريقه. كنربط هاد النقطة، هاد النقطة ديال الحزام بالنقطة ديال لي هونش هكا باش كتجيني الدورة مزيانة. صافي وكنهبط للجلال. كما قلت لكم كنهبطو للجلال، ها هو الجلال ديالي. شحال غنديرو فيه من سنتيم باش تجينا مسدودة. دابا على حساب السيدة واش غليظة ولا واش طويلة بزاف ولا لا، واش عامرة بزاف ولا لا. ملي كتكون عندنا السيدة عامرة بزاف وطويلة من 45 حتى 50 سنتيم، ملي كتكون عندنا السيدة شوية مغليضاش بزاف من 42 باش تجي مسدودة. من 42 حتى 45 ما كنفوتوهاش. هنا هاد السيدة بين وبين غندير لها 43 سنتيم، وهادشي كامل كيقدر يتنقص. مهم ضروري توفيو شويه، بحيث كنديروا لي سياج وديك الساعه كنقدروا نقصوا باش ديري جلابه ديال الكريب وديري فيها خدمه ديال الطرز وداكشي. من الاحسن ديري لي سياج منو بالاولى، الا كان عند سيده شي تغيير ولا شي حاجه راه كتخدمي معاها. هنا كناخد 43، كنحددها هنا جلال. كنطلع واحد شويه ما كنديروش مقنس باش البنات. هذا هو الجلال ديالي. هنا كنطلعوا واحد شويه، كنطلع تقريبا ب 5 سنتيم من التحت حتى الفوق ب 5 سنتيم باش كيجي داير الجلال، باش ما يهبطوش ليا دوك جنيوحات في الجناب، حيت كل ما كان ايفازي بزاف كل ما غادي يهبطوا لك الجناب. دونك كنطلعوا واحد شويه باش كيجي داير الجلال كيجي مزيان. انا نعاود نوريكم هنا فين تراسيت لي هونش، وهنايا الحزام، وهذا هو التركيز، وهادو هما الكتاف. دابا غادي نقطع، نتمنى يكون واضح ليكم البنات. وهذا هو الجلال. دابا غادي نقطع باش نخدمو الظهر. صافي دابا البنات غادي نقطع. كنبدا من التحت من الجلال، كندور ديك الدورة اللي قلت ليكم. هنايا ملي كنوصل الحزام ما فيها باس نخرجو شوية، نزيدو واحد شوية واحد نص سنتيم، هاهي الجلابة ديالي. هذا الأمام، هذا هو العنق، هادو هما الكتيفات، وها هو التركيز.
نتمنى يكون واضح ليكم البنات. البنات انا قلبت الثوب على الجهه اللي مسدوده باش نخدموا الظهر، كنشدو الدوفو وكنحطوه بجهه مقلوبه مع معكوسه. قبيله كنا هنا كنخدموا في الجلال، دابا هنا فين نحطوا الكتاف ديالنا باش كيقدنا الثوب. كنحط هنايا الامام على الظهر وكنخرج هذاك السنتيم ديال الامام من غير لاليزيغ. لاليزيغ راه ما كنحسبوهاش، كنخرجو سنتيم. هنا غنهبط شويه الثوب باش ما نضيعوش، حيت هاد الكريب فيه العرض، وحتى هاد العبارات اللي عندي اليوم ماشي كبار بزاف. دونك كنطلع شويه صافي. ها هو الامام على الظهر، وكنقور هنايا العنق. هنا كنحطو 3 سنتيم في الظهر وكنقور هنايا، نحط حد الكساف. وهنا في التركيز اللي كاينه واحد القضيه، كنزيدو واحد شويه باش كيجي محس الظهر اكثر من الصدر، كنزيد واحد سنتيم تقريبا. حسن نكونو كاع كنقطعو، راه غنزيدو واحد شوية صافي. كنقطعو على هاد الطريقة، ملي كيكون الثوب طايح كيجي صعيب شوية في الفصالة. خاص كنا نقطعو بشوية، منزربوش في المقص، شوية علينا ماشي بحال ملي يكون الثوب واقف كيكون شاد في راسو. الامام وهو الظهر، هاو الظهر العنق ديالو شتوه كيفاش كيكون، هاهما الكتيفات وهاهو التركيز. نتمنى يكون واضح ليكم. دابا نحيدو الامام والظهر بجوجهم ونحطهم هنايا، وغنديرو الكمين. الكمين غيجيو عاديين بحال اللي كنخدمو في الرومي. هاكو التوب على 4، خليو في نفس الصوص ديال الثوم، خليو في الطول ديالو. وغنطوي القياس اللي قادني في ليمونش بلا ما نطوي كامل باش ما نضيعوش الثوم. نقدروا نستافدوا من الثوم نغلفوا به شي حاجه اخرى، نغلفوا به شي قوب ولا شي حاجه. ديما نخليو الطرف اللي غادي يبقى خليوه يبقى مقاد. كنجيو من هنا الفوق كنحدد النقطه اللي مقاده، وكنشوف حتى لتحت ديالو واش ما كنشوف لتحت واش كامل ما كايناش تقطيعه ولا شي حاجه. ها نتوما كيف ما كتلاحظوا كنحدد بحال ما هكا. هنا فين نخدم التركيز ديالي، ولتحت فين نخدم راس لكم. ناخذ اول حاجه الطول ديالكم، عندها في الطول 60 سنتيم كنزيدو، عندها في الطول 58 كنزيدكم، عندها في الطول ديال لي مونش عندها 58 كنزيدو 2 سنتيم. كنبداو من الفوق وحنا هابطين، 58 هي 60 2 سنتيم زدنا. هنا كنجيو للتركيز هو هذا، شحال كان عندنا في التركيز 24. هنا كنزيدو سنتيم واحد 25، كنحدوه هنا كنهبطو ب 14 سنتيم، كنهبطو ب 14 سنتيم كنحدوه. هنا فين كاينين الحسابات كيف ما كنقول لكم، من هاد الراس، من الراس لهاد النقطه خرجت لينا 28 سنتيم. هاد 28 كنقسموه على 4 تعطينا 7، 14، 21. كنحدو النقط. النقطه الاولى اللي من جهه هنا القنت ديال التركيز كنطلعو بجوج سنتيم، النقطة الثانية ما كنديرو فيها والو، النقطة الثالثة كنهبطو بجوج سنتيم باش كتجي الدورة مزيانة مكتجيش تخنشيشة. وكنربطو النقاط، هاد النقطة فوالا بحال هكا، وهاد النقطة كتبقى، وهنايا كنطلع كيجي هكا داير.
كنعاود نحدد هذيك 25 سنتيم حيت نورمالمون راه كتزاد 25. هاي فين عندي هنا فين عندي راس البقر. كنمشيو لهنايا دورات المرفق الدراع الدراع حتى هو كناخذ العبار ديالو. كاينين بزاف الناس اللي كينسوا ما كياخذوش العبار ديال الدراع كيجي يا اما مضيق يا اما كيجي عرض بزاف. من الاحسن ناخذوه هنا. عندي في النص ديال الدراع عندي 18 يعني في 18 غنزيد 2 سنتيم هي 20. 20 خصها تكون عندي نيشان هنايا. ها هي 20 كنحددها بحال هكا صافي. كنهبط راس الكم. راس الكم عندي فيه 14 سنتيم اللي كتكون عندي بصاله عاديه. كيبغي يجي لكم ما مقبطش بزاف وما ما عريتش بزاف بينو وبين كنديروا ديما 14 سنتيم. هنا الا كان عندنا العبار صغير ولا مويان ماشي كبير. الا كان كبير راه غيكون كثر صافي. كنحدوا هذه النقطه كندخلوا واحد شويه هنا وكنمشيو راس الكم. نحاول نخدم معكم شويه باش تبداو معايا. اما الا كنت ما دايرش فيديو راه بيان سور غادي نزرب واحد شويه كنخلوش ليه. الناس هما لي مونش ديالي. ها هو التركيز شفتوه كيفاش داير. ها هو الطول ديال مع هادو لي مونش نحيدهم حتى هما وبقى لينا القب. القب كنجيو في الجهه المسدوده ديال الثوب كنحاولوا باش كيف ما قلت لكم ديما ما نضيعوش الثوب. غنقادوه من هاد البلاصه وغنتنيه على هاد الطريق. مهم ان خص تجي جهه مسدوده وجهه محلوله باش الا كان عندنا الثوب كافي. ملي ما كيكفيناش الثوب كنديرو قب مشقوق عادي صافي. كنحدد هنايا بلاصه مقاده. هذا هو الطول ديالكم ديال القب يكون فيه 40 سنتيم. ملي كتكون جلابه عاديه ما فيهاش قب كبير بزاف ولا صغير كنديرو 40 في الطول ديال القب. كنبدا العبار من الجهه المسدوده وانا غاده. ها هي 40 الجهه المسدوده كندير فيها 28 سنتيم. هذا قب عادي اللي كنديروه ديما. هاي 28 الجهه اللي محلوله كنطلعو 23 سنتيم. هنا نتابعو معاه وكندخل بواحد 12 سنتيم. ندخل ب 12 ها هي كنماركي هنا. كناخد من هاد النقطه لهاد النقطه كنقسم على 4 كنقسمو على 4. هنا كعطاني 6.5 تقريبا قريبة ل 7. المهم كنفوتو 6.5 كنحدد 4 النقاط. وهنايا فهاد الجهة اللي عندي هنايا فيها 40 سنتيم اللي حداها النقطة اللي حداها هي اللي كنخرجو بها بسنتيم ماشي جوج سنتيم واحد. النقطة الثانية ما كنديرو فيها والو. النقطة الثالثة كنهبطو كندخلو بسنتيم باش كتجينا الدورة ديال العمق اللي غادا تخيط مع القب باش كتجي تاهي مقادة ومزيانة. هنايا كنطلع هنا كنمشي نيشان وهنايا كندخل فوالا وكنربط هاد النقطة بهاديك النقطة ديال 28 سنتيم وكنقطع القب ديالي. وسالينا الفصالة ديالنا بنات. جينا الفينال ديال الفيديو ديال اليوم. كنتمنى تكونوا كتستافدوا معايا. كملنا الفصالة ديال الجلابة كيف ما وعدتكم. غير غادي نكملها غادي نبارطاجيها معاكم. المهم دابا يلا فصلتها غادي نسورجيها ونديروا لي سياج وندفعل الطرز تطرز ان شاء الله. وغادي تخدم غتخدم من بطراس خفاف. ما حتى نوريكم كيفاش غادي تطلع. بغيت نوريكم واحد التويبات اللي غنخدموهم ان شاء الله. غنخدم واحد التكشيطه
غادي نتبع معكم مرحله بمرحله، غادي نشارك معكم الفصاله ديالها والنبات ديالها انا اللي غادي نبتها ان شاء الله، ومني غادي تطلع ان شاء الله غادي نوريها لكم. بغيت نوريكم الميلونج ديال الوان اللي درت وتعطوني الاراء ديالكم. درت كريب من تحت بهذا اللون، وخدمت هذا اللامي، وخديت هذا اللامي هو اللي غندير الفوق. هذا لامي غوز، غوز بارد شويه، ودخلت مع هذا اللون. كي جاكم هذا الشيء المهم حتى تعطوني الراي ديالكم. هاد التكشيطه ان شاء الله غنبارطاجيها معكم كيف ما قلت لكم، غادي نفصلوها اونصومبل ونخدموها اونصومبل ان شاء الله. حتى النبات غادي نوريكم كيفاش غادي نطراسي وكيفاش غادي نبتها. وشكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم ودعموني بلي لايك ديالكم. الناس اللي كيشوفوني اول مره كنقول لكم تابوناو وما غاديش تندموا، ان شاء الله غيطلع لكم ديما الجديد. ونتمنى من البنات اللي كيبداو يتعلموا الفصاله يكونوا كيستافدوا معايا، وفي ما غيكون عندي شي وقت ما نخلش عليكم بالطرق اللي كنفصل بهم لا في البلدي ولا في الرومي ان شاء الله. وكيف ما قلت لكم غادي نخدم في رمضان، غادي ندير جلبات طالعين غنبدا نخدم فيهم هاد الايام، وغيكون عندي دي موديل جداد في البلدي والرومي. مرحبا بكم، شكرا لكم بزاف وبسلامه عليكم.